محمد بالتأكيد الأستاذ محمود عبد العزيز كان هيبقى سعيد جدا بدورك ده. كان بنصحك دايما يقول لك يا محمد كمل في أول نصحك بأنك تكمل في تدخل في التمثيل، يعني حاسس أنك في البداية كأنك تضع قدما وبتحاول تسحبها تاني. يا جماعة لا خليني في الإنتاج. كان بنصحك دايما أنك تكمل في التمثيل وتمثل. كان بينصحني نصيحة يمكن فهمتها مؤخرا، كان بيقول لي بلاش تمثل. فعلا هو الميديا عموما قال لي فكرة الميديا بالتمثيل بلاش. وقتها طبعا كالعادة كأي حد في دماغه حلم او في دماغه حاجة عايز يعملها، لا انا ده انا في دماغي، لا ده انا عندي، لا ده انا اقدر، لا ده انا مش عارف ايه. وكان بيتبسط لما كنت بنجح في ادوار قديمة كنت بعملها او حاجات يعني كانت فارقة شوية، ولا كويس ولا كويس اتطورت، وخلي بالك مثلا من تفاصيل كذا. بينصحني لما لقاني مصر. بس النصيحة بتاعت بلاش انا بدأت افهمها دلوقتي. بلاش مش عشان الميديا وحشة، وبلاش مش عشان ما بيحبنيش، وبلاش مش عشان هو شايف ان انا مش ممثل، بلاش لان هو شايف ابعاد تانية وشايف قد ايش الحدوتة نفسها صعب، صعبة كاستحضار احاسيس، صعبة كمعايشة، صعبة كصراعات بتحصل بعد ما بتبقى ممثل كويس. صراعات في اختيار، صراعات في تنافس، صراعات في ايا كان نوع الصراع، بس هي الحدوتة صعبة جدا. قايمة على شايف ان قواعد الوسط الفني لا الشغلانة نفسها قايمة على ان حضرتك اي حاجة في الدنيا بتجيبها من مخزون، يعني حضرتك لو بتبيع حاجة عندك مخزن بتاخد من مخزن وتبيع. فالمخزون بتاع الشغلانة او بتاع التمثيل هو خبراتك انت، وبتحرق دمك انت وبتعيشها انت بجد وبتصدقها بجد. يعني المشهد اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بتاع انا اللي هو بتاع مش هسيبك في حالك وهفضحك وهعملك ومش هضيعك زي ما ضيعتيني، هضيعك زي ما ضيعتيني. ده مشهد انا بالنسبه لي كان صعب جدا. بعد ما خلصته كان السبعة تقريبا، تقريبا حاجه كده السبعة يا ريت تقريبا. نحاول نجيب المشهد ده يا جماعه. 15 انا بالنسبه لي المشهد ده بعد ما خلصته اقسم بالله العظيم انا خارج بترعش، جسمي كله بيترعش وصوتي رايح، انرزع بجد ومصدق بجد. يعني انا يمكن من ضمن الحاجات اللي خدتها من ابويا فكره انك تصدق انا بمثل ليه، انا ايه يعني ايه بحب التمثيل. انا بحب التمثيل لان التمثيل ده حاله هعيشها عمري في حياتي ما هعيشها بجد. اذا كنت ظابط، اذا كنت حرامي، اذا كنت رجل اعمال، اذا كنت فقير، اذا كنت غني، اذا كنت كل دي حالات انا مش هعيشها بجد. بشوفها من الناس حواليا. بشوف كاركترز ممكن انقش من ده حاجه، اشوف من ده لازمه، اشوف من ده بتاع، بس في النهايه انا بحب التمثيل عشان اعيشه. فلما بعيشه بجد وبصدقه بجد ببقى الشخصيه بجد فبتعب بجد. ده مش انا، مش بتكلم عليا انا، انا يعني انا حجما كتمثيل انا عارف حجمي فين، انا لسه في حته لوحدي كده صغيره بعيدا عن اي. انا مش بتكلم على ده، بتكلم على فكره الممثل عموما وفكره نصيحة ابويا ليا بانه بلاش. فبلاش زمان انا كنت فاهمها ان هو مش شايفني ممثل. هو ده خوف الابن بالظبط. خوف الاب، مشاعر الابوه بالزبط. يعني مشاعر الاب باتجاه الابن يعني بالظبط.